بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. سورة، هذه السورة سورة وسورة طه وككوبا بقلي شلواتا آيضات، ومن آيات الله جل وعلا أموشن يصدا آيضات بن ألجيدا سورة يدعى وقهرين وحايكب الله بنيسا أود إلهي أولا السقه وكدي مركي لتلمامي نبيك صلى الله عليه وسلم وجيدادا لوغو سو دجي قرآن كان ماها إنو عليس يدب الدراما ماها كريا توحا سارا إنو فرين تأيادا سايته وقد بيو قصص، ومن أهم القصص ومحور القرآن وكوري وإكمته قصة موسى نمركة للنوسو عليي، لكن مركه كان وعيفة فاصنتها سورة دان وحي كمتها سورة إلهي سبحانه وتعالى وآد يد وقفها فاهيي، وسورة دان سورة العراف سورة الشعراء عبار بي لنص عنده انتا إلا درسي كمانتا هلك وكو استاغو بل ويدافي دونتا إلا سورة دا وحي سعتب وإلا لقار قصة آدم عليه السلام سورة دو انتا وحي كهل دونتا النبي الله موسى عليه السلام laga bilaabo markii uu arkay dabkii uu ifay، laga bilaabo markii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu la hadlay ilaa aakhirkii laga gaaro. jalla wa ala wuxuule taaha، allahu aclam bi muraadi hadihi aw hadayn alxarfayn، ilaahay baa garanaya labadan xaraf oo ta'da ataa iyo walhaa ka kooban waxa loola jeedo. bacdu mufasiriin baa waxay tilmaamayaan طه يا ياسين بل بضا وإنا يهين مقعي النبي قوليه صلى الله عليه وسلم، لكن وح إن التصين يحوق بضاي نوم مقضاي مجرو. جل وعلا مركب حليا ما أنزلنا ما إنا سود الجن عليك أذيك قرآن كو ما إنا سود الجن، ما أنزلنا ما إنا سود الجن عليك أذيك دشادة القرآن قرآنك لتشقى إنا دبتوتد dib iyo culays inaad halkaa aad ka qaadid inagu imaynaan soo dejin. dabcan wa bacdu mufasiriin waxay tilmaamayaan markii ay soo degtay may soo degeen aayadihii ahaa ya ayuha almuzammil qum illayla ila qaliilan nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi warattil lqur'aana taratiila ina sanulqi calayka qawla thaqiila، ولي كتكو قول ثقيل باكو سو دغي علس، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا هبنكي صلاه الله بيغو ايلها مركي سو دغي نبي صلى الله عليه وسلم واو كتكن جري هبنكو دنبو تاغنا كدي واتي اياديها اي سو دغي ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ولي مكوبي كرتانا فقرأوا ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر من وتل سهيل. هذا بعض المفسرين حيث المام اللي تشقى هذا مركات كنت كنيس طول القيام كأما بتاقني ذا دار قفك صلاة أو تاقناني إنه سيداكم أمينا سودج إلا لكن تذكرة، أي أنزلناه وأن سودج تذكرة لأجل تذكرة وأنا درت هذا به أتكواني نيس لمن يخشى قفك إلهي سبحانه وتعالى كبقنيه. تنزيلا إذا بدل كته إلا تنزيلا سود الجن، لكن أنزلناه ظهر كعب مركة المعنى أنزلناه
سيداده ساسا كوانا اكسن او فعل مقدر كان اي انزلناه ونسود الجني تنزيلا سود الجن بنسود الجن ممن حقيك آهاتي خلق الأرض أرض أبوري إيو السماوات عرارك أبور العلا إي سري قرآن كورتسي سبوا سيداو يعني وحي آيات دانا لم يتهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وحي لم يتهي لعلك باخع نفسك على آثارهم إلا مؤمنوا بهذا الحديث أسفا هاي زدالين أدو ما عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ إن أنت إلا نذير أيها صلى الله عليه وسلم أدو وظيفة إيا شقة إيا هوش الوجود درسدي وأجارسين تأمن كلية لكن واحد ما شكر تم يا كذا لنا يا إيمان يا كفر يا يسود دوين يا جامك سيرة أما با إن بهالشي لقال لحظة أرن أديك قوت على المه لكن أدي جارسين بكسارا تانا أيضا وقتها الرحمن الله الرحمن كأ على العرش عرش يجيب استوى كذي استوى استواء يليق به تضامل بقرآن كسارتي له إلهي وحا وهذا ما في السماوات عرك وحيد حاضي وما في الأرض أرض وحيد حاضي وما بينهما إنت أود حيسة وما تحت الثرى عيد هوستي ذي وحي أهذان إلهي سبحانه وتعالى إسكاله وعيد وحي كهوسيو يعني تضلض أرض وإلهي سبحانه وتعالى وأبو ريوحا كهوسيو لغة العربية وحيد أن الثرى والثريا ثريا ومرك كر لقاها اللي الثرى نوحي يعني مرك قفك ما بين الثرى والثريا طب أن تب مركو تلمامي كري هوس مركو تلمامي أيها مركو لا تلمامي وإن تجهر هدا لجهرت بالقول وراه هدا لجهرت مركات إلهي حسيسي مركات إلهي أدبريسي فإن الله غني عن هذا الجهر إلهي سبحانه وتعالى وابهنا إلا ما قشي كر الله قد يقول وابهنا فإنه محايا لرب العالمين يعلم وحي أجه السر وحا قرصون إيو أخفى وحي كسي قرصون برب العالمين لسعودة السر يضرب النوم موقتا وشيئا موقن وأخفى نوحي لأن حديث نفسي قوي. يعني مركان هوس وحودي قوي بسم الله هوس أنا راض وسر لكن مركان عرب كي بشمها انت بقى أنا دقاجين انت بقى أنا دقاجين وحو أنا شيء وأنا يقول انكلي أن تفكير كي يقول انكلي وأن معرك مسكحة منكشة قيسية إلا المسكحة قفو إسلاح الله يسوي أن نقول خصب ماها إن مرك عرب ودغدغا قصب ماها إنو أفكا ودغدغا جيو مركو حديث نفسي ونفسد أوشا كينا إلهي سبحانه وتعالى والله سعضا وحا مركا ما كينا كدو الوريقي أما كدح وريقي الله إلهي لا إله مد حق لو عبد مجر إلا هو إساق مبيان له إلهي وحا وهذا الأسماء ومقعذي با وهذا الحسنى ونكسنا مقعذي ونكسنا إلهي سبحانه وتعالى إساق إسكاله هرمنا أصوات المانان مقعيضة أيضا مقعيضة هذا التي الماميو سقاشن سقالك لشيغو حصري ماه مقعيض إليه ويكبدين سأي تايها الضناء مع السقاشن سقالك متداول كأدتك أهيستان قاربا ضعفك الجراسيان مركا كسب برارو جنة إضافة فاصا وانا وحي كم توحيابا إله اللي قد واذ ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وأتن إله في سورة العراف النقسوير وهل أتاك مكوي مد قد أتاك وابكوي مد حديث موسى نبي موسى شيء كذي سمكوت مد هل وحي كم توا وآداد للسؤال حبال قوي ديا آداد ولا أديك سؤالك سؤال هن لا أديك لكن ماشة بلاغة هن وحرف التحضيض يتشويق بكوجر والوجع ليسين ورم مقش مركب قفك كل هذا مثلا ما مقش هذا الكسيدة أهكله قفك الله يا يسوع المغلب هذا نوع هذا رتام مركله in isoo marka ku dhigraariyo si marka habki uu maqlay hab ka duwan ama ka faahfaahsan marka ugu sheegtid jallu ala marka xule id waqti raa oo arkay nabiyuu ilaahi muusa naaran dabbu arkay faqala marka uu xule li ahlihi ay li imraati hawani suuxu ku yiri umkuthu halkan kugu nagaada meeshan ku nagaada inni anuga aanastu waxaan bidhaamaan arkay naaran dabban arkay lacalli waxaan mudnahay آتيكم إن إذن لا إمادة منها دبك حقيسة بقبس دنبل واتكلا شتان أو أجيد أما إن هل على النار دبك هاس أي عند النار دبك أكتيس هدى أي هاديا من مركة النهجة ووضد إن التصة بلغ يابا إن هلا يعني بمعنى سفر بالوجرة ومصيرة مصيرة طبعا وحكس على النبي الله موسى مدين بكس على وحكس على حق أي مصر بكس على صعدة بوجرة طبعا قفك طبعا مركة وسفر يانا بدنا وحابها وهو الرئي كهري ماذا وإنه آدي الحوجة أسرة جهادي دايركشن كوكوس عن لها
marka isagoo directionkii howlaha ku howlan wuxuu xagkaa meel fog wuxuu ka arkay dab meel markaa ayaa meeshu ugaga muuqday meel fog kadib wuxuu yihi baluuni in suga shucla min annaari aan idiin keenee ama ajidu cala annaari hudan maadaama mugdi lagu jiro meeshu gudcur ay tahay cid ina hagaysay aanay jirin waa intaasoo halkaas qofka ilan qof baa dabka kolaashanaya ee halkaa ku shitay qofka meesha jooga laga yaaba inuu xnataro ama calaqal shucladaas aan wadada ku iftiinsanaa laga yaaba ilan toosh ma jire falama ataaha goortuu yimid meesha markuu yimid nuudiya waa loo dhawaaqay yaa muusaa muusow innii anigu ana anigu rabbuka baan ahaye fakhlac siib oo bixi nacleyka kabahaaga bixi innaka adiga bilwaadi togii baad ahaatay almuqadasi ee la tahire tuwa tuwa ahaabaad joogtaay halka kan markaa ku bixi dabcan qur-aanka fii suurat alqasas iyo fii suurat marka la marayo ilaahay subxaanah watacaala uu ma aragtay ashucara ee suurat alqasas marka la marayo ilaahay wuxuu tilmaamay isla wasfigaasoo kaloo tilmaamay jalla wacala marna waxaa leh falamaa jaa'aha nuudiya an buurika min man fi nnaari waman xawlaha muudiya an buurika man fi nnaari waman xawlaha marna waxaa leh falamaa ataaha oo markaas meesha markuu yimid haddana dhawaq wuxuu kaga yimi min shaati ilwaadi alaymani fi lbuqcati almubaarakati min alshajarati an yaa muusa labada marba nidaha qur-aanka markuu sheegay ama man fi nnaari ay man cala annaari wa xawlaha oo isla muusihii ayaa ilaahay subxaanah watacaala marka la hadlay markii waxaa loo tilmaamay innii ana rabbuk halkaa marka waxaa ka muuqata raddan dadka in la radiyo yacni qalyaha ee aaminsan in ilaahay aanu la hadlin nabiyulaahi muuse oo ta'wiil gelay wakallama allahu muusa takliiman iyadoo kallama ficil maadi ah allahuna faacil ah muusena mafcuula jumladdu ay muuqato bay isdhaadhaafina waxay leh wakallama allaha muusa takliima iyagoo ilaahay inuu hadlay u diiday sifatu lkalaamina ilaahay waa u suganta rabbulcaalamiina jala cala lama ta'wiilin karo lama tacdiilin karo lama taxriifin karo waa sida ay tahawi marka halkaas inuu la hadlay walaalika adana fi lqur'aan alkariim waa tan markii ilaahay subxaanah watacaala uu tilmaamayo walama jaa'a muusa limiqaatina wakallamahu rabbuh qaala markii buu hadlay uli arinii andur ilayk qaala lan taraanii walakin andur ila aljabal fain istaqara makaana fasawfa taraani falama tajalla rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wakhara muusa saciqa falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk aayadahaasoo dhan waxay muujinayaan in marka hadal uu dhacay ilaahay marka wuxuu leeya waana akhtartuka anaa ku doortay waan ku doortay oo doorashadu maxay tahay ee ikhtartuka min qowmik ijtabaytuk istafaytuk anaa ku mirtay anaa ku xushay anaa ku doortay fastamic dhegayso limaa yuuxa waxa lagu waxyoonayna maqal innanii anigu ana anigu allah baan ahay laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ana mooyaan facbudinii aniguni caabud wa aqim asalaata salaadana og lidikrii ay lidikrii xuskaygoo fiihaad igu xusaysid wey marka tafsiirka gaaban aan qaato nabiyulaahi muuse calayhi salaam waxa ugu horreeya lagula hadlay waa towxiid waa ilaahay subxaanah watacaalana rusushana waxa ugu horreeya sheegi waa towxiid hawsha ugu horreeya la rabay inay gutaan waa towxiid kadibba wuxuu yihi aniguni caabud salaadaana oog oo anigana igu xus ina asaacata saacadi yowma alqiyaamo aatiyatun tii imanaysa weey akaadu ukhfiiha waxaaba ku sigtaa inaan iska qariyo sidaan ugu xeel dheeraanayo litujza in la abaalmariyo kullu nafsin naf dhammaanteed bimaa tascaa waxa ay la timaado oo camala si loogu abaalmariya saacad ilan haddii saacadu aanay jirin xisaabtan dambe haddaanu jirin adduunyada o dhanba waxay noqonaysaa cabath afaxasibtum anama khalaqnaakum cabatha wa anakum ilayna laa turjacuun waxaa mooda qofka an yutraka sudan cabath bay noloshu isku rogaysaa marka ilaahay subxaanah watacala wuxuu leeyay marka way jirtaa waa tan haddana fii suurati alcaraaf uu leeyay laa yujalliha liwaqaatiha ilaa hu thaqalat fi samaa waati walardi laa ta'tiikum ilaa baghta yas'alunaka ka'annaka xafiyun canha qul inama cilmuha waxaad tiraahdaa ilaahay unbaa iskale falaa yasuddannaka yaanu kaa jeedinin canha ay can aliimaani biha saacadda yowma alqiyaama imaashaheeda oo la rumeeyay man yaanu kaa jeedinin laa yuminu aanan rumaynan biha saacaddii wattabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay oo fatardaa markaa halaagsamay oo markaa waxaa laga dhigaya marka attaraddi asal ahaan kelimadda waa shalwasho meel dheer oo laga soo dhacowa qofkan marka wuxuu ka dhigan yahay qof intuu meel sare intuu aaday uu kasoo hoobtay uu markaa kasoo shalwado oo kale saa ha noqonin
inta markay dhacday kadib oo la hadlay ay waxaan wa ma tilka taasum haytah wa ma tilka taasum haytah kaaynatan halayta biyamiinika mid midigtaada ku sugan ya Musa Musa wuliyali ku haydahan istifham ka halka kan wa istifham taqriri balaghahan yaani bimaana wa shay taqriri wa marka waxa la rabaa halkaas mucjiso in laga soo ratibo ujeedada loo socdo marka mucjiso meesha laga ratibaya waxa ma tilka biyamiinika ya Musa taasad midig midigta ku sidatid maxay ahay qala marka wuxuu yiri hiya iyadu asaaya usheeda wey intaas ku filan nabi ilaah Musa alayhi salaam يعني سؤال بالويدي والجواب على قدر ايش السؤال مركي جواب لبحيني وين هذه هي عصاي لكن مقامك اوتاغيه يا سيده الله فلانك كلام الله اويمد ونبي الله موسى مركي بترتر با كمقد اتوكى عليها وان كنت كبسدا وان كنت تاكسدا واهش بها وحنا وسو داديا على غنمي ارغيغنا ورق الشجر على انت جيت كنا وسو هوبسدا ولي وحا ايغو سغن ولي فيها أشى مآرب الضنا أخرى أكل إبلا موسى هولا بضن بمركي وقالي وعين أمو جنسا مقامك قفك مركي سؤال سيلا ما فلانا يقولتي ماذا أكل أما قفك مركو حقارين يا أكل أما قفك مركو أرقى قحا أكل جوابا أن لا درسن بقلا ورنتي مقامك وكدوان ولذلك إبلا موسى إجلال الله جل وعلا له يعني إلهي سبحانه وتعالى معنى إجلاله الله جل وعلا وينين تو إلهي وينين ورمين عنده أيا انتي بهاشي لفقاتي بوحو بالله بجواب فربضئنو بحيو كدبنا جل على الحر قال مركب الحر ألقيها دب طور يا موسى موسى رد روك بالكتور فألقاها مركب سساء الردي فإذا هي وابا إيضا حية أه ها مصأة تسعى مركب أرديس ورانك مرنو حالة المام حية مرنو حالة المام ثعبان انتوا طبعا وحي لين علماء وحي سديدة يا مالها أنا مركي كأنها جان ولا مدبرا مركي ليه اي مركي حي ليه اي مركي ليه ثعبان ليه سدح ذا مكلا دونه سدح ذا مربو حال عبره مرنا رومنا وحي كقبتو مرنا خطر وحي كقبتو حقا إسداء يوتح دانجروس مرنا وحي دقدك كقبتو aya maro ba sifada la dhigaya marka marna jaan bay lamita marna xayay lamita marna suudaan bay lamita wax isburiye marka meesha mala halkana meesha waxa laga qaada nabi ilaah muusa tabar ba la siinay qala marka markii uu tuuro xayay isku badi marka faadna waxay dhaan faa fujaaiye muusa filin qala marka ilaahi subhanahu wa ta'ala yuhu khudha hadaba qabo wala takhafha baqin sanu'iduha wa nu'lina siyaratha haladidi alula ehraysan u'linina yaani bimaana soo qabo مص بهدا كوغو موقتا اديغا سوماها موسو لكن مركي اد غانتا سا اوغو دغتيد او شيباي ديب اوغو لابان دونتا اي سيدا سامي ولي القران مرنا وحي له يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسل مركن وحي له يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين مرنا حل وادخل يدك في جيبك مرنا حل اسلق يدك في جيبك انت القران مالك لدون صوت تلمام جل وعلا اله مركو حي له وضم بالير هدانا ضن يدك جعنت الى جناحك جربك تخرج ويصاد بحين جعنت بيضاء حالته يضعد من غير سوء ايضا بشي انا قبل ايه علامه حالته اخرى اكل يعني بدل ما جعنت يضعد انا يصاب بعضه وحلق قفك انه برس ما قفك كو دعي معذر با كو دعي ما من غير سوء وحدبا مركا سو غاده مل كليته وافيساو لنريك سان كوت سنو من آياتنا آيات كأن حق قد أن كاغتو سن الكبرى إيوهينا آياتها إن لغوتو سيدرتد بل أدو سيدا سمير طبعا النبي الله يعني جانبك أيسر كأ ومركة هالكا قعنتو مركو قلية كدب ويصاب بحضي افتين كأ ومركة يالتسد القرآن كمركة وتلمام وطن القرآن كفذانك برهاناني من ربك إلى فرعون مركة لليها مركة القرآن كوتلمام وكان جلو على مركة وحليه اذهب هدبتك إلى فرعون انت كأ إنه فرعون طغى وحد قد بي حد كي ودافي قال مركة وحيري النبي الله موسى رب يا رب اشرح لي إي واسعي صدري أني قلابتي ذا ويسر لي إي فوض ذا أمري أمر كيغا وحلو الرب وفيد عقدة قنتين أو من لساني عرب كيغا نكفيد وإله فصيحة إسي يفقهها فهميني قولي أني قراه ذي ذا واجعل لي إيال وزيرا مد أن يقرب كي يتاقن من أهل أهل كي يحقي سكاء هذا هارون إيا الأخي أها أجدد رب أتكى به هارون أزري قرب كي يكو أتكى وأشرك رب لو ذاجي في أمري أمر كي لو ذاجي
كي نسبحك سان أذيك كوهفن كثيرا أي تسبيحا كثيرا إن فربضا أما كثيرا إن فربضا ونذكرك أن كوحسن كثيرا إن فربضا إنك أذو كنت رب وحادا هاتي آدنا تهولك بنا إنك بصيرا كي ناركي نبي الله موسى طبعا قرآنك مالك لدون مركي لجوغو في صورة الشعرانة سيبوا إلهي سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني قتل مركبك بالله مرك الله مريه في سورة القصص مرك الله مريه إن إلهي سكر منادوه بالله مرك العراف للجوغان واكن لكن قرآن مرك محكسه قبطي هل كان لقوم الشيقين ما لها كان لقوم الشيقين فهنا فقط في سورة طه مرك اللي يريد مسؤولية داسة الوساري وحان الوضر فرعون إنه طغى مرك الدعوة نبي له موسى عليه السلام كليكم وجهنا فرعون كليكم وجهنا لكن إساقع تارجت كي وكاركتر كواحد لم ددك هرتاغن ربني إسرائيل هرتاغن وخيبكو يكدق يسل لأيهين ويكيحو روبي لأيهين إساقع باب بالي كدي مركب إله سبحانه وتعالى وحوه يجيسكو انشراح الصدر حيالة دعوة وحقفك ولك المعيريري إيو dib iyo xubo kula kulmay qofka hadii marka laabtiisa aanu waasiin waxa uu badan tahay inuu xanuun ku noqoto koow marka wuxuu xiriiray horta laabti ii waasi laba wuxuu xiriiray arrinka adii dibti wax sahlan maaha nin teerinta waligii soo tagna inaan maanta abbaaray masalana rabbi yasir li amri hadana wuxuu waxlu uqdatan min lisaani nabii ilaah muuse marka waxa la tilmaamaa inuu hada cadaynta markay taagan tahay waxa ka fasaxa badnaa nabii ilaah هارون أولي هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون سورة كلام مركة الوشك سورة القصص إنه كفس حبذين مركة عقدة من لساني وان صوت المن تفسير كدارا ماها أفكار يهودية جديزم كأميسيهن ماها ماشي مسوق قليسو إليهن ما النبي الموسى أسلم كمد مهرب بن إسرائيل لقد حكوها اللي ججبا سادرت لقد ومرك أمد أولي من ماها انتي أي ريبا إسرائيل أي قينين ماها لقد ما دام ما شونين الجنب يكوها وإسكسو لحق علي بو كوالالي يحيابها أي بونبونيان ما لكن فصح الآن بعد نبي الله موسى مركا هيسي كدب إله سبحانه وتعالى وحي ويديستي إن ولالكين مركا وقرب كين نقضو هل كان وماشا خير كل سوك المس كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثير عواذ مركا جماعي تهنا ويكسهل انتهو قال مرك إلهي سبحانه وتعالى لقد أوتيت والغسي سؤلك سؤال هذا أي جواب سؤلك يا لغسي يا موسى موسى وكسين سيدا أدربت موسى مكاقا لقنوي يعني هارون با مكاقا لقنوي شريكا لك في أمرك ولقد مننا ونقل الله يسني عليك أذيك الدش هذا مرة جار كالو أخرى أكال تاوحا كوهلية تي رسالة دوحا كالو رسالة لغسي كو والإله باكوير وكلها رسالة لغسي كدب حتى ولالكي يغادق ولغادق كدب هنا مناش مت كلا جرتبا إله سبحانه وتعالى وليه إذ وقت أوحينا أن وحيون إلى أمك هو يذا ما يوحى وحل وحيون يعني هو يذانا يذانا مركة وحي كان لتشيغي ووحي إلهام وإشارة لتلماما معنى إذا ما وحي كان لمركة لتلماما معها هل كان مركة مناما با يذو هرود دم الله الشيغي ما إلهاما با وحي هاتبا في أي ما يوحى في أمريكا وحرك كوسابسا أن يقضي فيه ردبا ليرو تور أن يقضي فيه تور هي أو موسى وكرد في التابوت صندوق كرد فقضي فيه رد هي أو صندوقان في اليم بد كرد فليلقه اليم بدينها صوتها صوتورته صندوقي اللي قد حرده بالساحل حياتها كصوتورته يأخذه حقا ذنية أم هقاته عدو عدو لي أنا جاية هذا وعدو له عدو يسق وهذا فرع وحالة المام فرعون مرك أرجع كان معها وح ماشي المرك اللي شيءه لقاء هان أم وقت أوامر أم وقت معنا وحال الرباك ليه فعل كسيكونسي سود عدون مرك ماشي كوريديد صندوق كوريديد صندوق القادسة بدت كوريديد دونتا بدي بسوع عريد دونتا صوت في دونتا كدبنا ولا لو ريق دونا قعام وحوق اللي دونا فرعون بلت المامة وألقيت وحان رذي عليك أذي قدوش هذا محبة بان رذي جعيل ومني أني حقي كاهت يعني بمعنى وامحي محبة بلت المامة إله وجعلي هاي أي محبة وحال لغوالا ضدكو إني كجعلاغان عدي أركتو إني كجعلات وقفل بويرها أني إيداي أنا كرصاني فرعون كي نعبنا وحال لوحي يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ليري بامركي بيري أني إيداي قرة عين الليك ولك لا تقتله عسى أن يفعنا ونتخذه ولدا وتمرك اللي بداية سورة القصص إله سبحانه وتعالى وكتل المنبي ولتصنع إن لو برباريه
على عيني أي على رعايتي أنا قدر يلكي يعني بمعنى على عيني إذا ما هتي تأويل كأسوق للغة العربية وحفظي بلغة وضع مركة كنما وبمعنى إلهي سبحانه وتعالى بحول أن إنا نكا ورهيو وما تحت رعايتي إن لغو قبر باري جل على مركة حوليه إذ وقت بهدنا كو قل الله يسن النعمة تمشي أي سعاني أختك ولا شاء وفتقول أي لهد هل أدلكم ورما إذن تسيا على من دول ما إذن تسيا يكفوله كفال قاضي فرجعناك كد من أن كو علن إلى أمك وإلى أن كو علن كي تقر عينها سأي شيء قبوست ولا تحزن أني أمرق وقتلت نفسا نفنا وادشي فنجيناك وانكبت بادني من الغم مرقتي وانكبت بادني أنكبت بادني وفتناك وانكفدنيني وانكامتحاني فتونا امتحانك لدونا وصامرتي نبي الله موسى داتا انت صدن بصامرتي مركو قرآن كآيات سيدة كم قطارك وحي صورنا يسا مراحل حياتية كالدون iyo episodes aad iyo aad u kala duwan historiga oo meel kala duwan quraanka lagu sheego marka soo urunay wa markii tabcan badu ay soo tuftay kadib oo liir wariyaan nuujinay kadib ilaahi subhanahu wa ta'ala fi suratu shu'ara inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin faltaqatahu aalu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazan marku quraanku u tilmaamayo tan wa markii uu ninki fawakazahu musa faqada alayhi hadana ilaahi subhanahu wa ta'ala oo kaga warramay suratu al-qasas ninki marku dilo u baxsaday intaaba marka waan u sameeyin ilaahay marka wuxuu ilaa fala bith waad nagaatay sinina sanooyin baad nagaatay muuso ay was wa toon sane fi ahli madyan ayad kun nagaatay wa markii tabaan intuu shuaib inta u yimid tabaan qisada marka sida ka muuqata bilowga qisada ayaa dambeeya qaybteeda dambana waa ay horeysa sida marka muuqila marka ahlkiisa markuu wato waa goorma qisada qaybteeda dambo way qaybsa marka ajil qissa ay hadda aanu ku jinaaw wa markii intuu yimid nabiyuhu shuaib u yimid وأمركي ليا بنت شعيب لقو مهرية ويري إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أدمت عشرة فمن عندك فمركز آيالها آخر كواتن إله فلما قضى موسى الأجل وصار بأهل آنس من جانب الطول نارا وطوان سنة كدب حدث كانوا دعيا قرآن كمركو حليها دانا ثم جئت واتمن على قدر بعد كتمن موسى أي على علم بعد كتمن ويعني أضوء وقتي قدر كيل الربي وأضع أفرتن جرأة هذا وقت الرسالة هذا وقت اللي وجان قوي كسوغن وقت ميجرمن تيجي إلهي سبحانه وتعالى ودجي أضع كسوغن باتي من دبي موسى ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك وانك سميي لنفسي أي اخترتك لكن قرانك اخترتك اجدبيتك اصطفيتك مركا كان ولا قوليلي وحال هذه كلمة اصطنع اصطنع سيد من الصناعة صناعة واصمين وحين دزر لايسين لقو صمينيو إلهي مركب حول ليها أليك دنبا وحال لقو سمي أون كاغي أبور كاغي دور شضاء رسالة لقو ديبتي ضدك لقا لسوء دعبها وحال هاي دون كلية لنفسي رسالة إنا لو ريكتد أيان مركب كوكوطة لقلنا وانا ودورشتي يقو سريسي أدوب إلهي وليه واصطنعتك لنفسي اذهب تك أنت أليك وأخوك ولالك بآياتي آياتك لتك ولا تنيا هنا نوغينا في ذكري أني حسكي هكا نوغينا ولذلك أغو قفك وسلاح أغوين قفك الداعي وليه قفك الصوم مسلمة يوسا كان نوغين أم كدال الأذكار التسبيح استغفارك وحا أغوين قفك لشرتك كلو وإلهي سبحانه وتعالى دينك سوء قرقاري كرو ولا تنيا في ذكري اذهب تك إلى فرعون لبدينا وضع صعد ودي أذيك ولالك هارون إلى فرعون أتجا إنه فرعون طغى وأحد قد بيه فقولا وحاد هذا له فرعون أتكتر هذا قولا أراه سليينا يود بعسا لعله وإنت أصو يتذكر وأن توباي أو يخشى أما إله وكبقى أما لعله يتذكر وحو مذيها مركا إنه وأن توبه إلى أمبا إله سبحانه وتعالى وكبقى مركا أو ذا إيضا مفائدين يسو تي مركا تنويع مفائدين يسو لعله يتذكر ويخشى وكالأولو لجيد ومعنى هذا إن إلهي سبحانه وتعالى وكبق مركا كان والا تلما محل الطغى وانين تيرنت ومرح عذك وإله نمشى كتال الله الدري لكن واحد اللي أذيقى ربي باته إلهي أكدر صديق يا الله سبحانه وتعالى أكدر لكن مفردات يتكلها هذه الدون يبكى كلها الدون وأن النقطة لين مركا ماها إنا دهدي نينكا ما دام ويهي طاغي ويهي وإنا مركا أن ست حد قذب بنا راح الله معنيه ذم أن لطق الله محايل الحكور دي دون أقلتك لكن محايل لعله يتذكر ويخشى قرآن كانوا نوشيك في سورة النازعات فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى سيها كلها بالي هذا الدبع سن جل على مركب حليه
قال وحيدهن موسى إيه هارون ربنا ربنا إننا نخاف وحن كبقر إن أن يفرط علينا إن نقول شو دقدق بالعذاب أو أن يطأ ما إن نوحد قدبه ونك الناس هلن ما هنا أو مركي بشقنا قبته أحد قدب إنه لي ماذا قال مركي إلى بحلا لا تخاف هبقينا إنني معكما إنني أنو هدان ربي هاي معكما لجركينا أنها بعلمي وبتأييدي ونصرتي لكم أسمع وان مقلية وأرى وان أركيا مركي مركي يمدي إنني معكما هديلي المعية ذاتية لسوء بودي معايا لي نصوص طوال إسكوفة السيرة قرانك فأتياه أتك فرعون فقولا وحاتر هذان إنه رسول ربي ربي رسول رسوشي سانه فأرسل معنا نلدر بني إسرائيل غير بني إسرائيل مرك أرسل معنا بني إسرائيل وما حي الضوميسي قاعد كهي شتيد ما لحد كجت أجنت هاي دايو نودع دتك ولا تعذبهم ها عذاب لبات كهي سادتك إسكدة حرة قد جئناك وحن نقولن من بآية على مضى نقولن من أمر بك ربك حقي سكاهتي والسلام نبدلين على من دول الله دول يالو اتبع الهدى هنونك الراعي إنا قد أوحي إنك وحل النوح يوذي إنا قد أوحي إلينا وحل النوح يوذي أن العذاب عذابك على من إنه يكد الهبسن كذب بيني كذب له بيني وتولى مركا جيستي قال مركا وحيله فمن ربكما يا موسى فمن ربكما ربي واك إلا أن يسوه يستقفك على الله اللي ربك أن الله إنه يسوه يهب إن أنا ربكم الأعلى بيل مركوس ربي واك بل سفايا قال طبعا في سورة الشعراء مركا للجوغو مركي ويري مركي أن عبدت بني إسرائيل وآخر كان مركا لمر يكذب سؤال مركو ويدي سقال جربة إله في سؤال قال 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 وحرف عط لهين وحوارك دحمر مركي إله اللي ويدي رب السماوات ليري وهدنا وقول حجية رب المشرق ورب المغرب اللي الراعي هدنا اللي الراعي وحكست حوار كورنير ما يشاسون قصة أمري يصغل قابا واكر قال مركا وحوي ربنا ربي قال الذي معبودك وإعطاسي كل شيء شيء والبابا خلقه ومشتي سسي ثم هدا مركانا هنوني لوظيفتي شيء والبال أبور بني آدم بالله قاد لقي بني آدم يوضي حكوه لإله سبحانه وتعالى وكاد لقي اللب وكاد لقي وظيفتي اللي قوته لقال إله وكتسي بناء آدم بالله قاد لقي إله لديك بو قاد لقي وظيفتي إشاق اللي قوته لقال وكتسي حيوان بالله أبوري وظيفتي سالة تسي إلما يربى هذا الله لأي سيزي أجيق لها أما مركة وعانه وعب لها هويدي وقعب لها با إلهي سبحانه وتعالى تسي أدون كوش كورس مد ما أدان سينين قعان تسي وشقان لهيد بالله بري إشو سي وحوارك لهيد با إلهي سبحانه وتعالى بري إنتنا ماها وحمركة كوي مد جامعة دادو قشي ما وحشي أوتوماتيك ودعي إنيت لي إلهي قفك وقع أبورو جلو على مركة حولي قال على لساني وحالي يا مركة فرعون بحالي قال مركة حولي فما بال القرون وما ذي بل إيجا والرمالولة يهري يعني وحن رباء وكله إن الإيجا جوابتان سؤال شان وكله فما بال القرون وما ذي بل إيجا والرمالولة يهري قوم نوح هود لوط سالح بل كوها كورم أصنام تعبد الجري قال مركب الحي لنبي الله موسى علمها أي علم حالهم قلضا علم جودة يكورهين توذا يوح الله وحي سمايان يسيد إلهي أقل عند ربي ربي أكتيس أي علم قاسو هذا في كتاب كتاب نكقرن لوح محفوظ قال وقر لا يضل ربي مهل مامو أما لا يضل ربي جل وعلا أي لا يغيب عن ذلك ربي أرنك كما قرصونا ولا ينسى إلهي نمه المامو إلهي سبحانه وتعالى متكي كهجاج ويماها أما متكي كمرن هبابا يماها إلهي متك أرنك وكعلم يا ماهن إلهي سبحانه وتعالى مهل مامو الذي معبودك جعل لكم إذن كغيل الأرض أرضي مهدا قول إذن كغيل مهادا في قراءة وسلك إلهي ومركها دنا مريي لكم إذن فيها أرض لحد السبلا والدوين وأنزل سودجي من السماء السماء حق إذن ما أنبي إذن كغي سودجي فأخرجنا وحان صوصارنا به بيها أزواجا وحان صوصارنا نوعيو ومن نبات درأة تاسو شتى كلا دون با إلهي سبحانه وتعالى صوصار وقلنا لهم مركا أما وقلنا لكم حنين كون نري كلوا عنا ورعوا دا جست أنعامكم كلوا عنا بحي أرضو أي صوصار ورعوا دا جست هلا دا جيو أنعامكم نعمو ليدين قيلين أرقين اللؤذيننا
wuxuu biyahaasu ay soo saaroona dhir iyo dalag waxa alla waxa ay dhulka ka soo baxana daaq ha u noqdeen. Inna fii daalika kaas la aayaatin calaamadaha ku sugan liulinuha dadka cuquusha u saaxiibka ah ee iyagu indhargaradka calaamad baa ugu sugan. Minhaa ardada xaggeedaanu khalaqnaakum idinka abuurnay, wa fiiha ardadii baanu nuciidukum idinku celinaynaa, wa minhaa xaggeedaan nukhrijukum idinka soo saarayna taaratan jaara ukhra oo kale. Intaasaa ilaahay subxaana watacaala yidhi. Tabcan waa xiwaarkii dhex maray fircawn iyo muusa. ولقد والله أريناه وانو تسنكي فرعونها آياتنا على موينكين أيان تسن كلها دمانتو فكذب واو بيني وتولى واو جيست. قال مركب حر أجئتنا مناتمد فكذب ده واو بيني وأبا واو ديدي. قال مركب حر أجئتنا مناتمد موسو لتخرجنا إنا نغسارتد من أرضنا أرضنا بسحركنا نغسارتد. يا موسى موسو ما هذا نوكت إنا سحر ماشي نوكت سارت فلا نأتينك. طبعا كيس بهذا اللي قال لي إله بأرضلا أبور يسكت دي بيتاقنت مركي وبص بوكعي أرن أن ماشي تاقنين بو مركي وكان مالك لو مركي وجبه مركي وددك وحو قطسي شعب كوحو تسينا يا وحا الله سعوده إنا ندين هين الربا ددك كان يدل كوذي مركي إلا بابا مركا. ولذلك أرك قرآنك طبعا وتلمان بيا وحليه مركي فرعون ما أردت إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وحن كبقى الدين كين إنه يبدله هاي كوربشن أهري لو أقول إنه منك كان مركا هذا نوح إلي إني أريكم محن أن تسين يا ما أردت وح ما أردت راع وضضع كلي أني أن 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 إن تسيي وضضع صحضة حتى صار مالك الهول لحنين كيس مركا هذا الله هو عبادة الله جل وعلا. هل ربي بقى جير هل عبدون بيتاغنته شغل كله قالوا يحير دولك الله سعوده ضدكي الله سعوده حالها الله سعوده تريجركين الله سعوده ملك المرك اللي قال مركز وحي لي يسوي كيس كيس كوالي وحير فلا نأتينك ونقول إيماننا وقول إيماننا بسحر بنقول إيمان مثلي يسوي كذا فاجعل وحاد يا شاب بيننا إنك دحذيني وبينك هذيك دحذاذا موعدا بلن مظل إنه ولا نخلفه أين نجوب يلين أين نباجينين نحن إنك ولا أنت أذيك مكان النويل ماشى صوصوان لحد حال مالا نسوقين من ناكل كيس كبه مركب وكبح مالك الوقارب شغل كبه حكدي وشغل سحري فلانفل وحكدي نين كتاب قابله وكاهن وحواتا وحكدي نين الدنيا أسعود ميتيريالي نين كرسي رادس وكدي مركب وحب سمعدي يقول هالنبي له موسو بدل كيس كبه مرب إن لقى حضل بن آدم كنا طبعا سيكولوجيات كم وغضي حوار كنا markii waxa ku soo baxaya yani qofku wuxuu sarabin marka laga hadlo meel marka oo kulli xil ma waayo yani inuu kees kale iyo shaqo kale uu la yimaado wana waa cases kan hadda khitaabka diiniga marka laga hadlay dacwo marka laga hadlay ummada maxaa u khayra marka laga hadlay marka ducada ay adras kareenay issue la yaqaan ama macruuf bulshada u baahan tahay markiiba ninka tayrantiga mashruucas mashruuc kale u rugaya kursiga loo socdaa dana kale leeyihiin hawla kale meel kale laga biila oo shaqada maqli jirteen. Qala marka wuxuu yahay rabbul alamin qala marka hadalkan waxa iska leh ay qala allah jalla ala ala lisani musa ay qala marka wuxuu yahay musa maw'idukum balantinu yawmu zinati quruxda maalinteeda wey wa maalinta ciida wa an yuhshara an-nas idatka illa saqul min buhdhan barqan illa saqul min waye mar haday sidaa tahay sooma ma yoomu zina no balama wa maalin ciida oo dadku shaqo aanay aadeyn qof walbana fasax u hayo u haysto yani macna janis u hayaan ka wada fasaxna u leeyahay ayuu markuu xiro an yuxshara an-nas duha waqti barqin ah oo dadku urdan intay ka soo toosho ni walba soo diyaar garoobay waqti shaqo aanan ahayn aanu shugu iman halka. فتولى فرعون فرعون مركا و جيستي و دقاقي فجمع و هو اوروري او كلمي كيد و هاغرتيس ثم اتى مركوي و تن قرانك و تلمامي هدنا سوره الشعراء وليها فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون فاخرجناهم مركو قرانك و تلمامي ضد بو انت قد رويك الوحاد إيسو حشان يعني بكل سحار القرآن في سورة مركلة المامي سورة الشعرة بكل سحار ومتكسو سحر بضنبع الربا أو بروفيشنال سحركم معها ميدو بوسدين معها إيسو حول بردتك أي كان. قال لهم موسى مركلة موسى وحوكير مركلة ماشي اللي شوكيم
ويلكم هلاقين لا تفتر وراء أمننا على الله إلهي دوشي كذباً با أو فيسحتكم ربي إذن كهلاقو إذن كدبرقو بعذاب عذاب وقد خاب وحاه وغي من افترى من افترى روحي بان أبورته وإلهي كبان أبورته وغي ورسك إلالي أرنه كان وأدهد كسعتان والدين للضيالنا فتنازعوا وي مرمين وي دوذين وإسكو قبقب سدن أمرهم أمر كوذ بينهم الأحدود وأصروا النجوى وأصروا وحيسي ريسين وهوس يقول لي النجوى فقيتان هوس نوي فقين يعني بمعنى هوس نوي تشتي وصو تشتين والله صو فقي ملكي ماشي اللي يسوقي من هذا كالي كوهد لهم وبمعنى كي حوجيني قالوا مكو حيدين واكن إن هذان لرضا لساحران والله ساحر يريدان وحي دونيان أن يخرجاكم إلى إنك ساران من أرضكم للك أدقنتهن بسحرهما إلى إنك ساران سحر كود ويذهب إلى تقان بطريقتكم طريقة دين المثلة سريسي ها إن إلى تقان هرمركين براركين وناقين تقدمكين ازدهاركين حضارة دين هرو سعدكين وكل كلمة ذا ما أركت أو ركعسي لما قلوا ومضى نبحان الله وقبانيه ساسي أسعضا فأجمعوا الدواء isku geeye yani uma baxayno hamzada markii ay markii ay qad'a noqoto markii wasl noqoto idafa faasan wayna soo martay suga amrakum amarkin ama kaydakum hagartin thumma tu imada saffan ay safin halatin sodiyari waqad aflaha alyawma ma anta wahal libane man dul bal libane istaala kor noqdo ma anta ninka laga adkaaday u daranta ki adkaada kor noqdo meel isugu ka keen qaalu markuu xina ya muusa muusa إما أن تلقي اخترك للدور إما أن تلقي إن أدوك رلتد أشاد كو وإما أن نكون أما إنه أهانه أول من دولك يقول ألقى تورت كالدور ما هذا تورنا يؤشمس إنك تورنا النبي الله موسى طبعا والله صوت أبره قال مركو حيث ألقوا إذنك رتا هل كان مركو قرآن كحث بسميور فألقوا مركو وأي رتين ومحي رتين حركه أوليه أي ستين فإذا حبالهم هذا حركه ديو إيوا عصيهم يقوله أيوتانه يخيل لما لجلنا إليه نبي موسى من سحر من أجل سحرهم سحر كذا درتيس أنها يدو تسعى نس عنش وأنها يدو أي حياة إن يتها أبي سوين مصص تسعى صعني مركي إساء الرتين بأن نبي موسى وحلا تصي أوليه أي كواستين يحركه دي بأن نبي موسى سين دسر عارة وحاء مغضة إن أبيهن أبي سوين مصص صعدة هل كان مركي سدى إذا كذب أيا إلهي وحلفاء أوجسوا قرصدي في نفسه بوحوك قرصدي خيفة بقذن موسى موسى مركب فعلك دبوا دعية فأوجس موسى في نفسه خيفة بقذن باقش قلنا مركب وحنا لا تخافها بقن إنك أذيق موسى أنت أذيق الأعلى سريس هذا سرية إنك هذا وأرك ولا تأكيدي أنت ضميرك مهضنا منفصل كمركب لكين الأعلى ألف لام وضعته هضنا سوبرلاتيف ديجري وماشي قص الرئيس وحلا هذا سري وألقى أليون تور ما في يمينك وحق عنت هذا كجرة تلقف وأي لقنا ما صنع وحي سمايل أدوك هذا مركا تورسي إيه رابك وضع الله عدونت إنما صنع وحي سمايل كيد ساحر أي إنما صنع إن صنعهم ذلك وحفلك إلي ما ذين كيد ساحر ميت فلان فل وضع ساحر هجرتي سوي ولا يفلح الساحر ساحركم من ليبان حيث أتى ملك سكي مادب ولي من ليبان ولا يفلح الساحر حيث أتى برب العالمين قاعدهم بيقول هذا يعني بمعنى أو حليري ولا يفلح الساحر حيث أتى يعني من أي جنس وكي ماذا في أي زمن أو ماذا لغة كست كه الله أقنتس أنت دون تب هجرتيس ناتو سحر كهسوب وسام بروفيشنال هالنقطة ولا يفلح من ليبان وإله سبحانه وتعالى وأنا قاعدة قرآنية قف سحر كف برتي أنا ضد كسمي أنا كشقي إن لو صمي قف كاسم الليبان آخر كيسة خسارة سأي ضوئت المانت فألقي السحرة سحرتي والردي سجدا حالي كوي سجوسا قالوا حيرنا آمنا وان الرمين برب موسى موسى ربي برب هارون له هارون ربي سان الرمين وموسى بان الرمين قال مركب في رب العالمين أما على لسانه فرعون أي مركب لقاه الله قال مركب في فرعون له آمنتم مر ميسان له موسى مئة رميسان قبل أن آذن لكم إنتان عليك إذن أمرين كهر
qabla an aadanaak intaanan idiin idmin, wuxuu leeyay calaqal xataa tan xataa waxay in laga talageliyay ahayd inaad aniga aad permission iga qaadataan, ogolaansho iga qaadataan, inaad iska rumaysaan miya. Innahu wuxuu yidhi haddana meel kale u rog arag, lakabiirukum waaba odagiini alladii kaasu callamakum idin baray assixra sixirka, waa brofesorkii wax kasoo barateenba ha, yani isku baabaaba tihiin. Marka mar ar hadduu sidaa noqday, markuu arkay inay bahasha farhiisa ay ka baxday, kaysku haddana waa inuu rogo. Isla iyagii oo saxarada ahaa inay saxaro u yahay, wuxuu rabaa inuu yidhaahdo idinkuwa talaamiidi arday baa tihiin, ninka marka arday u ahaa. فلا أقطع عنا وان غوغوين يا ان غوغوين ايديكم جميعين اي وارجلكم يلوغين وان جرجره من خلاف سيس ودار ولا اصلبنكم وان دلدل دلدل في جذوع النخل اي على جذوع النخل جيتي مرات جردي سنه وان دلدل ولا تعلمون وان دوغان دونتان اينا كاني اشد ضرا عذابا حق عذابك وابقى مك الرئيس بدن دوغان دونتان إنك أغان دونا يعني أدوم على مخالفته والأغان دون طب طبعا وحلقوا يقان تيرنتي ونكو جردر يبير هذه أدان إيربان إيربان حقاسان من مدبان كاعد يجيب كدي وحدنا وحا إيوه إيوه إليا إسي إسوه إدارنا وحيهن ون أجريا وحاكول إيوه إليا مركان إذن إنتان إذن دلو أو آن إذن دلدل إنتا كلي إذن كام حري دونا وحان سماني حدنا مالها سمان إسكسو الله الله سادي عبر النقطان إنك أغان دونا لكن waxay dhahaan cilmigu sidiisaba qofku wuxuu u noqdaa iftiin. Qoladan waxay barteen cilmi kan ugu liito la barto oo sixir ah. Haddana cilmiga wuxuu sabab u noqday in Ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyaan. Maxay waxay ogaadeen wuxuu Nabi Muuse u wataa hadduu sixir yahay, cid iyaga sixirka kaga aqoon badan markaa ma jirto, iyaga saxara. Waxay ogaadeen Nabi Muuse wuxuu la yimid inuusan sixir ahayn. Halka markii qofka iimaan uu galana qof kaluu noqonay biniaadam kaluu noqonay. Qofka biniaadamku maaha jirkan iyo lafahan indhahan iyo lugahan iyo laafyadan ma qofka binaadamku waa ruuxda ku jirta, iniyada ku jirta. Markii qof kale uu noqdo qoladii marka shalay baqanayay oo ku hayay oo caloosha u shaqaystiyaala murtazaqa ahaa mercenaries ahaa a inna lana ajran in kunna nahnu alghalibin xoogaa yar goos celi sir ma jira jaabka ma lanoo buuxina nimanka lahaa markay meesha imanayeen. Markii arag jawaabtooda qaaluu waxay dhahan lan nu'thiraka ka dooran mayn calaa maaki ka dooran mayn jaana nabi min albayinaati oo bayinaatki ilaahay ومن البينات معجزات كان هذا كدارا من والذي معبود كما نقول دارنا فطرنا ابور ومتى اما وعلى الذي كنا كدارا من فطرنا ابور ما دارنا دكت اذا مركو صورتغل فقد هذا حكم ما انت قاض اي الذي انت قاضي واحد حكم له حكم ما انت قعدت تحكم جرا صوم واحد انت سميت انما تقضي واحد حكم ليس ان كلي هذه الحياه نرشن الدنيا يدوي dhow yani nolosha adduunyo unba maalmaad xabsin dhigaysa waa nadilaysa mushkilad ma leh iyaduna waa thawani tamur inna aamanna innagu waxaanu rumaynay birabbina rabbigeena ayaanu rumaynay liyaghfira lana inuu inoo dhaafo khataayaana gafafkeenna iyo maa kiina inuu noo dhaafo akrahtana calayhi aad nagu khasabtay oo mina sixri sixri sixirkiiya wallahu ilaahi baana khayrun khayr badan oo in isaga la raaca wacnaan badan oo wanaagsanaan badan waabaqaa منك عذابا إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسا أي عذاب كايا كدر أو إلهي دي العاصي تاسع كدرنو لكن حدو أنت سميه أرق إيمانك وذي إنه شأني من يأتي ربه روح إيما ربي كيسا مجرما حالو يهي فإن له الروح إساق وحو ليه جهنم وليه لا يموت مد من فيها جهنم دحدي ذا ولا يحيا من نولاني ومن يأتي الروح إيما رب العالمين مؤمنا حالو يهي قكيم وحيدا قد عمل الصالحات عمل هذا من أكسن لي من قفك إله إيمان فأولئك الدول كاسلهم حيل الدرجات درجاتك العلاء سري كبدلوا جنات عدن نقالي جناتك سيليهن تجري حاد الدرسان يسو من تحتها جنات هوسد الأنهار وبيالو الدرسان يان خالدين حال يكوارا فيها جنات كاس وذلك كان جزاء من دول أبا المركي ويتزكى استهري أو إله سبحانه وتعالى الله بتوه ولقد أوحينا وحان أوحينا إلى موسى نبي موسى أن أسري لألمان لن يوني أي أن أوحينا بعبادي أدوماتي ذا رد ألم فاضرب لهم أنيال في البحر بدل نحذي طريقا وضعوا يال أم فاضرب لهم أنيال طريقا وضعوا في البحر بدل يبسا حال مكة يهي متي سو قلالا يعني بمعنى وضعك لمجري يعني هلك برقة مكة لأمري كرين لمركو حاليري في البحر ايا وضوء زيد على ذلك وحاليري لكن مركا انكم مريسان مرنكا ومرن انججن او قللا وانك كلي انكم تلقل لا تخاف حالنا كبقين
دركا هلال إن لوسوجر ولا تخشى آدم كم بقني هدنا غرقا بيدهان وسو قدره يعني كم بقيسيد وهكم بقني ومركا دركا إن لقعد بيه ماذا ولا تخشى غرقا ما شاط بيها إن كلا تجانا تأسك إلال وأضل في دعون فرعون وأولمي قومه بولمي وما هدا ما أنهمون مركو يري إن معركتي ويري قرآن كواتن ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين إلى حلية فاستخف قومه فأطاعوا عقلي أنتو كحذي ومان لفصدي بيقولوا كد وفاي لنو إنهم كانوا قوما فاسقين بضان عن ضدك اللهم يوضد مركو ذهورا فسقع إلى مركب حلواكا ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أولها ضد بي لا تكتوي يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم وانو إذن بدبادني من عدوكم عدوين أيام إذن كبدبادن أيضا كتك سواما لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بار راعي والضباد لكتي بجنوده عين كيس إسوغوته فغشيهم محاط دبولة من اليمي بد حق إذا ما غشيهم يحيد دبولة قرآن مركة للتفخيم وليال قرآن مشي ما غشيهم أي الذي غشيهم من الغرق مركة صوت مركة ما غشيهم إله مدهين فغشيهم من اليمي الغرق إله سبحانه وتعالى متنا محايلة وحل رأى مركة لتفخيم الأمر والشأن سلوين وحل ما غشيهم أي الذي غشيهم من الغرق ويحي دبولي بعد دبولي وأضل فرعون وحاول لمي قومه بول لمي وما هدى مانا أنهانون يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل قد أنجيناكم وانو إذن بدباذني من عدوكم عدوين إذن كبدباذني ووعدناكم وحن نكول بلاني جانب الطور بورتي الطور هيدين عيدا الأيمن جانبك الأيمن إيمديك أها الأيمن ما يكور ديغانته جانبك كسفينيسا ومركة طورك أمعلينيسي ولا تضغوا ونزلنا ده وحن نسود الجن عليك إنك دشين المن ملب عركي ونسود الجن ملب كي عركة كيمت إيوه السلوى شمبريه للصلي وقلنا لكم وحن نكون نرمك نريده كلوا عنا من طيبات ما شيء كيسا ونكسن حقي كعنا رزقناكم أن نكو أرزقنا ولا تضغوا هنا حد قد بنا فيه كاها كحد قد بنا وهدات كحد قدبتان فيحل ودعوا عليكم إذن كدشين غضبي أني عرضي وفي قراءة فيحل ومن يحلل وفي قراءة ومن يحلل ومن يحلل عليه روحي يكد لغضبي أني عرضي الروح يكد لها بستاي فقد هوى والومي روح عيسكا وإني أنو هدان ربي أهانا لغفار كيدا بله بضن بانهي لمن بان الله فيتاب توبكاني وآمن الرمي وعمل لي من صالحا أي عملا صالحا عمل وناكسا ثم اهتدى مركان كوها ننصم يعني بمعنى إيمانك وكان عملك كتسية عملك صالح مركو إيمان وقفك هدايو ذهليا وإيمانك بكرده سوء إله سبحانه وتعالى وحرمه إلى هنا وبالله التوفيق.